كمان بدنا نتابع نحن وياكي ببعض هون بدنا ناخذ شوي وقتنا لانه بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم. هالموضوع مقالة انكتبت بمجلة كوكتيل من صفحة 234. هيفا أهالي محروني لهضايتك لا يعترفون بها. هيفا سودت وجه أبيها ولن نتلفظ حتى باسمها. حماها أبو كمال. يا هيفا لا عفوا خلص. بدي لك شو عملت انا لما قريت لما شفت هذا الشيء. ايه بليز ما تكفي لان ما بقبل حدا يشوه لي اسمي اكثر من هيك. كل ما واحد حمل علم وعنده ورقتين فاضيين يلا على هيفا لنبيع خلصنا بقى. مثلا كيف تصبحين هيفا بالارقام؟ هيدي من ضمن الاشياء من ضمن نفس ال طيب رايك ليش؟ وكتاب النكت يلي طلبوا انه احلى نكته عن هيفا. طيب ليه؟ ليبيعوا عم بقول لك ليبيعوا هيدا ورق رخيص ما بينباع اذا ما حطوا صور وحكي وهيفا حكيني بصحافه نظيفه، حكيني بنقد حتى لو كان بيأذيني بس بضو الضو على بلشت باستاذ عبد الغني تليس وبالشبكه وبنادين وباسامي كبيره ما تنهيها ما برد على هيك شيء انا ورق رخيص هيدا. هيدا ورق ما بقبل شاعل فيه شوميني ما بقبل. أقمت الدعوة